عودة الانضباط المروري لشوارع وسط المدينة هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، وتستمر في إصدار قرارات صارمة بمنع انتظار السيارات في الشوارع الجانبية لوسط البلد، حيث تم إضافة شارع 26 يوليو ابتداء من ميدان الأوبرا حتى دار القضاء العالي إلى باقي شوارع المنطقة بهدف تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات في شوارع العاصمة. تم إضافة منع انتظار محور 26 يوليو على الجانبين، جانب الأيمن والأيسر من أول شارع الجمهورية لغاية الإسعاف. أيضا تم تطبيق منع الانتظار في شارع عماد الدين من 26 يوليو عماد الدين حتى نجيب الريحاني وعماد الدين. يمكن برضه حضراتكم زي ما انتم شايفين مدى تطبيق وأهمية تطبيق منع الانتظار في محور رئيسي وشريان حيوي في مناطق وسط المدينة. الحملات قائمة، الأوناش بيتم تفعيلها يوميا على مدار اليوم بالكامل. الحمد لله في تجاوب واستجابة من جميع المواطنين، الحمد لله ان هم لقوا ان القرار ده تم تطبيقه فعلا في وقته. يعني دلوقتي فعلا احنا عايزين نرتقي بقى، والمواطنين يحطوا السيارات بتاعتهم في اماكن آمنة. رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة قاموا بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بمنع الانتظار في هذه المناطق مع فرض غرامات مالية على المخالفين. هذه الإجراءات لاقت قبول المواطنين من قائد السيارات على هذا القرار الذي يساهم في تسيير الحركة المرورية بهذه الشوارع. جميل، يعني لو منعنا الانتظار البلد هتروح وهتنضف، دي حاجة جميلة أنا مبسوط بيها. يا ريت كل واحد بقى يشوف شغله. قرار 10/10 يسلم ايده لو اخذ القرار ده. تجديد الاجراءات بالتعاون مع قيادات مرور القاهرة في تنفيذ ترتيبات منع الانتظار مع الزام اصحاب السيارات بالالتزام بالقوانين الجديدة ستساهم في خدمة افضل لحركة المرور في وسط القاهرة.